اسأل خبير اليوم، بدنا نعرف إذا كان الجريب فروت بيحرق الدهون. الجريب فروت بيحرق الدهون، بيساعد على حرق الدهون. الجريب فروت بيحرق الدهون طبعاً. جربته وفي فوائد كثير. الجريب فروت، الجريب فروت مفيد كثير كثير، بيحرق الدهون وبنشط كمان الجسم، فيتامين سي هو بضل بالآخر. الجريب فروت بعرف إنه بيحرق الدهون. من المحاولات الكتيرة لحرق الدهون بطريقة سهلة عن طريق الأكل هي الجريب فروت، وهاي المقولة موجودة مش من فترة كتير قليلة، إلها فترة كتير زمان والناس عم بيفكروا إنه الجريب فروت بيحرق الدهون، لكن فعلياً الجريب فروت ما بيحرق الدهون. بعض الناس بيعتقدوا إنه إذا شربوا كاسة من عصير الجريب فروت رح يساعدهم بحرق الدهون، وبعض الأحيان في بعض الأشخاص فعلاً قدروا إنهم يخففوا وزنهم لما صاروا عم يشربوا الجريب فروت على الصبح، لكن اللي ساعدهم بتخفيف وزنهم مش عصير جريب فروت الصبح، إنما تناوله بدل وجبة رئيسية ممكن يكون فيها دهون كتير أو سعرات حرارية كتير. وبرضو عادة الناس لما بيبدوا بهاي النصائح الغذائية بطريقة غير مباشرة بيكونوا عم بخففوا طريقة أكلهم وعم بخففوا كمية الدهون والسعرات الحرارية اللي عم بتناولوها واللي فعلا بتأدي لتخفيف الوزن. لكن هل الجريب فروت نفسه هو اللي بيحرق الدهون؟ فعليا لا، ولو شربناه وكنا عم نتناول أكلنا بطريقة عادية مش رح يساعدنا أبدا لحرق الدهون، وبتبقى زي دايما وزي ما بنحكي دائما الطريقة الأمثل لتخفيف الوزن هي اتباع نظام غذائي صحي بسعرات حرارية أقل، دهون أقل، سكر أقل، ونعمل كمان تمارين رياضية.